بالنسبة للصيام، فالجمهور يقولون من قام متعمدا فعليه القضاء، ومن ذراعه القيء فلا قضاء عليه. ويستدلون بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ولكن هذا الخبر معلول، وقد عله وكابر الحفاظ، وذكر الدارمي في مسنده أن أهل البصرة علوه، وتكلم في عيسى بن يونس من أجل هذا الحديث، وعل هذا الحديث الإمام البخاري وأحمد بن حنبل وآخرون من الحفاظ، ووصاف هذا الخبر معلول. ولو كان هذا ثابتا لم يفتي أبو هريرة بخلافه، فقد كان أبو هريرة يفتي بأن القيء لا يفسد الصيام ولو كان عمدا. وهذا مذهب ابن عباس وطائفة من أصحابه. وقول الخطابي وغيره بأن العلماء مجمعون على أن القيء عمدا يفطر الصائم هذا غير دقيق. كثير من هذه الإجماعات التي تحكى في المسائل الفقهية لا تصح، فكيف ينعقد إجماع على وأبو هريرة مخالف وابن عباس مخالف وجماعة من أصحاب ابن عباس قد خالفوا، وطوائف من بعض فقهاء المذاهب يخالفون في هذه المسألة؟ الحموضة هذه إذا كانت بمنزلة القيء فإنها تلحق به، والأسماء لا تغير الحقائق ولا تزيل المعاني. أما إذا كان مجرد إحساس بالطعم أو الريق أو نحو ذلك فهذا ليس من القيء في شيء. ونحن نعرف أن الفقهاء يسمون شيئا قيئا شيئا قلسا، والقلس دون القيء. والقلس يعبر عن الفقه يقولون ما لا يملأ الفم، هذا يسمى قلسة. الإنسان لا يبلع ما دام صائما متعمدا، وإن كان قليلا وكثيرا إذا خرج وهو قادر على دفعه، أما إذا لم يقدر على دفعه فهذا لا يضره، وإذا كان قادرا على دفعه فنحرم على ابتلاعه، لأنه يكون في هذه الحالة قد انفصل عن الحلق ويجب عليه دفعه ويحرم عليه بلعه، كما لو أدخل طعاما جديدا. ولذلك من احتبس القيء قبل أن يصل إلى الحلق هذا لا يضره، وإذا ظهر إلى الحلق ثم أرجعه فهذا يفطره، لأنه بمنزلة يكون قد أكل طعاما، مع أن إعادة القي منهي عنها أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، والمسلم ما يعيد القي، ليلفظه ويدفعه حتى لو كان في الصلاة وذرعه القي يمكن يقطع الصلاة، وهذه رخصة له ليصلح حاله وينظف نفسه، وإذا تلقاه بمناديل نحو ذلك فلا بأس به، ولا رخصة له في ابتلاعه. فإن كان في صلاة وكان صائما وأخرج وظهر إلى الفم ثم ابتلع بطل الصلاة وبطل صومه جميعا. نعم. ثم إليك الخطابي لما نقل الإجماع لعله إجماع أهل مذهبه. لا، هو الخطابي رحمه الله ما يقصد هذا في الحقيقة، لأنه قال أجمع العلماء، ولأنه لا يقصد جماعة بدليل ما يقصد جماعة مذهب الحنابلة متفقون على هذا المعنى، والخطابي شافعي والشافعي يوافقون الحنابلة، والأحناف يوافقون المذاهب الثلاثة، المالكية نعم مشهور عنه يوافق الجمهور، لكن في تفصيل عند بعض فقهاء المالكية. صلى عليك من راجع الشيخ هل يقطع الصوم؟ إخراجه؟ لا القي متعمد، الراجح أنه ما يبطل الصيام، الراجح أن إخراج القي متعمدا لا يبطل الصيام لأمرين،
الأمر الأول أن هذا لا دليل عليه، والدليل الوارد قبل قليل قلنا أنه معلول علّه كافر الحفاظ. والصيام من دين المسلمين ومن باني الإسلام، فلا ينتقل عن الأصل إلا بدليل، ولو كان هذا مفطرا لبين ونفسلم بيانا عاما. ولا نقول للناس أفطروا بدون دليل واضح. الدليل الأمر الثاني أن هذا يخرج ولا يولج. قد قال ابن عباس: الفطر مما دخل لا مما خرج، بخلاف ما هو معتاد. بعض الناس يعترض على هذه القاعدة، يقول الحيض خروج لا دخول وتفطر به المرأة. فنقول أولا أن الحيض مجمع عليه لا نزاع فيه، ثانيا ليست العلة مجرد أنه خارج في الحيض. أرأيت لو خرج منها دم من غير الحيض هل تفطر؟ لا تفطر لأجل هذا الحيض، لا لأجل أنه مجرد خارج حتى تعلل بهذا التعليل.